طبعا هذا الجزء الثاني. اليوم اني قررت اقتل هذا المجرم الطبيب الشرير. يلا هسه خليه اقتله، بس اوه ما عندي سلاح. هيا يا طبيب يا ورع، يلا جاهز، راح اقتلك اليوم. اوكي شنو مو اليوم اجلها على باكر. لا اقتلك اني، تعرف ليش؟ ليش؟ لان انت سجنتني. يلا ابقى هنا بوقفك. مو انا، اسكت لا تحكي. خلي اروح هذا الورع الثاني. هيا يا ورع. اهلا وسهلا، هاي شو تريد؟ اليوم انت ايضا راح تموت. وانا شو مسوي؟ اسكت، كل شي مسوي. اوكي مو مشكله شباب بنات. اوكي خليني انزل اني اروح اجيب السلاح من صديقي جعيفر. اي والله جعيفر صديقي، ان شاء الله يساعدني ويعطيني السلاح ماله. اوكي شباب بنات، عنده سلاح كلش قوي واسطوري. اوكي وين جعيفر؟ وين او يمكن من هذا الاتجاه. اي من هذا الاتجاه صديقي جعيفر البيت مالهم. خلي اروح له واشوف هل راح يعطيني السلاح اللي عنده او لا. يلا ما بقى شيء، انا وصلت للبيت مال جعيفر، بس ان شاء الله يساعدني ويعطيني السلاح حتى اروح اقتل بي هذا الشرطي واقتل بي هذا الطبيب. يلا ما افتح الباب. اوكي مو مشكله تمام. السلام عليكم. هلا والله جعيفر، اهلا وسهلا بوغا. شوف حمدي حمي تجاي تقول ما فهمتك. شوف حشك تريد معدي سلاح، مو ادري بيك تريد معدي سلاح. انا ما ساعدك، ما اعطيك سلاح، انت مجرم. اعطيني سلاح مالك علاقه بيه واعطيك مقابل. ايش قلت؟ اول مره يدي اشوفك تسوي بعروره. يلا حبيب قلبي سوي بعروره. يلا سوي بعروره تدلل. اوكي هاي شنو حبيبي؟ ماكل اندومي مالك بيه ما عليك. شو ننزل هسه؟ المهم وين السلاح مالك؟ اعطيني حبيبي. السلاح موجود بصندوق، انا اعطيك اياه بس بشرط تعطيني 1,000,000 سيارة نارية. سيارتك نارية؟ اوكي خلاص اعطيك السيارة، والله العظيم خلي اجيبها يا شباب. اوه هذه يحب الشعبي، يحب الدراجات. اوكي بس منين اجيب له دراجة؟ يلا خلي اعطيه هاي السيارة مالتي، وعده صاروخ هنا أنا. والله شكله يريد يجيب 1,000,000 شعبية. اوكي يلا انزلت اني. هلا والله اسمعني، جبت لك هاي السيارة ومقابل تعطيني السلاح اللي عندك. ايش قلت؟ اوكي حبيبي اني ما عندي مشكلة، انت تعطيني السيارة مالتك اني اعطيك السلاح مالي. اوكي حبيبي يلا روح ادخل البيت مالي، تلقى بالصندوق السلاح جيبه وتعالي. اوكي حبيبي يلا تعال. يلا ابو جاسم، يلا بسرعة جاسم. يلا اوكي مو مشكلة. يلا اوكي وين السلاح؟ وين شنو السلاح؟ والله ما اعرف وينه. اسليش ما جو وياي ابو جاسم. اوكي شلون نطلع؟ اوكي شباب بنات يلا سد الباب. اوكي هاي شنو؟ اوه هذا الكرسي والله مريح كلش، وهذا التلفزيون شكله هذا يتابعون هنا البث الروح عند. اوكي شعبي سبونج باب. اوكي شباب اوه هذا الصندوق. اوكي اوه وين السلاح؟ سلاح 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 سلاح. هاي شنو؟ اوه والله شكله هذا السلاح. هاي شنو؟ لحظة شباب بنات، هاي شنو؟ لحظة اقول لك حبيبي جعفر، هاي شنو؟ هاي حبيبي هاي ما تصير لك. لا هاي رجعها. لا يا ربي مستحيل هاي رجعها، ما يصير. اوكي حبيبي انا برجعها، اسف رجعتها. طيب خلي اسد الباب. اوكي طيب هذا السلاح انا جبت. اوه سلاح نووي، شوفوا بس لحظة. اوه والله قوي. لا يا ربي مستحيل هذا السلاح قوي حبيبي، لا تستخدمه هنا، لا تقتل بي واحد. جعفر قبل يفرح نفسه يفرح صديقه، انا حبيت اعطيك هذا السلاح، لا تقتل بي احد. اوكي حبيبي اوكي انا ما راح اقتل بي اي احد صدقني. جعفر قبل يفرح نفسه يفرح اصدقائه، ان شاء الله انا ما اقتل بي اي شخص. والله اللي اقدر هذا الدكتور واقدرهم كلهم شباب بنات. اوكي يلا جعفر هسه احنا متفقين، اعطيتك السياره هاي مقابل هذا السلاح، متفقين؟ احنا متفقين حبيبي. ولا تنسى تضغط لايك، اشترك بالقناة وتفعل جرس الاشعارات بقناة زيرو قيمار، يستاهل هذا حبيبنا. يلا حبيبي يلا دوشقة اعطيني الاي دي مالك. اي دي انت والله بطران. اوكي يلا حبيبي مع السلامة. يلا حبيبي اوكي قبل يفرح نفسه. اوكي روح خلاص مسوي نفسه اترو. اوكي مو مشكلة والله بطران هذا، وصوتي يشبه صوتي ما عليكم. هسه شلون اروح للبيت؟ شلون اروح للبيت شباب بنات؟ اوكي خليني ارجع لجعيفر اقول له يعطيني السيارة او لا. جعفر اني اريدك تعطيني السياره. لا حبيبي شنو هاي؟ احنا اتفقنا اعطيك سلاح تعطيني سياره، ما يصير تاخذها بعد. لا حبيبي احنا ما اتفقنا هيك،
بس جعفر انت قلت جعفر قبل يفرح نفسه يفرح صديقه، لازم تعطيني السيارة حتى افرح، بس اروح بيها للبيت وارجعها لك باكر. ايش قلت؟ لا حبيبي لا، ما يصير هيجي، احنا اتفقنا. صحيح عادي جعفر يفرح نفسه ويفرح متابعينه، بس هذا اتفاق، ما تعرف مليون درجة نارية، سيارة سلاح يعني، ما يصير حبيبي. يلا يلا أنا أترقص، ورايا شغل، ورايا حط قلوب للمتابعين. يلا حبيبي يلا مع السلامة، روح جعفر روح روح روح. يلا يلا مع السلامة مع السلامة. قبل يفرح نفسه روح، أنا راح أفرح نفسي، روح ركض. أوكي شباب بنات، والله ورطة هاي، والله ورطة. أوكي يلا يفرح نفسه. ده لا تضحك زيرو قيمر، طبعا زيرو قيمر قاعد يمجي يضحك، قلت لك لا تضحك. أوكي اوكي شباب بنات، يلا يلا ما بقى شيء، راح اروح للبيت. والله والله يضحك علي، يقول لي جعفر قبل لا يفرح نفسه ويفرح متابعينه ويفرح صديقه، شو خلاني اروح للبيت ماشي. اوكي شباب اوكي، هاي من هذا الاتجاه شباب بنات. يلا هاي شنو؟ هلا والله منو انت؟ هلا والله، ها جعفر شحلك ببجي لو لا؟ شو اسمه هذا يا جعفر؟ شحلك لو لا؟ احكي صدق. شنو شحال لي؟ يقول لي جعفر قبل يفرح نفسه ويفرح صديقه وخلاني اروح البيت ماشي وباقي السياره مالتي. اوه والله شكله اعطاك سلاح، اني شحلي واعطاني نفور ثلجيه. اوه حلو، طيب اني اعطاني هذا السلاح. اوه يما اني اسف أنا. اوه والله صار كباب مشوي، والله سويت كباب. كافي لا تضحك، كافي كافي والله دمرني يا زيرو غيمر علاوي. كافي لا تضحك، خليك كافي. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة، ترى ما راح اقص هاي بالمونتاج، خلي تشوفون. اوكي يلا يلا واحد اثنين ثلاثة، يلا اوكي شباب بنات، اني خلي اروح من هذا الاتجاه. اوكي اوه وين البيت مال جعفر؟ جعفر ذاك بيته تمام. اوكي ما بقى شيء، اني وصلت للبيت مال الدكتور والشرطي، الشرطي وين يعيش؟ والله اعتقد ذاك البيت. اوكي بعدين اروح افرحه. اوكي شباب بنات. لا ترى قلت لك والله كاف لا تغلطني. اوكي يلا شباب بنات، اعتبر الفيديو هو وكواليسه. اوكي طبعا والله العظيم احب ترو، بس هي جايه شوي نخلي الفيديو حلو، حركه حلوه او فيكا، اتمنى ما تزعجون او تنزعجون. كتبوا لي بالتعليقات اذا عجبتكم هاي الحركه، مثلا قلد يوتيوبر وكذا وكذا، فما ادري. المهم اوكي فرحوا نفسي، فرحوني ضغطوا لايك. اوكي اوكي يلا واحد اثنين ثلاثه، يلا اني وصلت للبيت. اسمع هذا مال الدكتور. اوكي يلا هلا والله، دقيقه 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 يا دكتور. هلا والله شلونك؟ هلا والله والحمد لله. ها زين، انت تعرف اني منين جبت السلاح لو ما تعرف؟ لا لا منين جبته؟ هذا السلاح اني رحت لجعفر فرحني، وقبل يفرح نفسه واعطاني هذا السلاح. صدق؟ اي والله. تعرف ايش راح اسوي بيه لو لا؟ لا لا وقف وقف، اريدك تروح لجعفر قل له اريد انفور ثلجيه. تريد انفور ثلجيه مو؟ ايه. هذا السلاح شوف، لحظة خليك اكسر لك هذا الزجاج. شوف شوف شوف، تشوف ذاك البيت؟ اي اشوفه. شوف هذا السلاح ايش قد قوي، باوع. اوه حلو شباب لا تشوف. اي بالضبط ارمي بيه اظل. ما شفته زين، ما شفته. لا تريد العتاد او النار ما لا يخلص. شوف اني هسه راح اقتلك، شنو وصيتك الاخيرة قبل هسه تصير كباب مشوي؟ وصيتي الاخيرة يا اخي العزيز كبوبي، نسيت اسمك. اوقع اي اوقع، حميد اسمي حميد. ايه نسيت اسمك يا حميد. موت انا كل وصيتي. انت متى تسكت؟ اوكي شباب بنات، متى تلو بعدك؟ بعدك. اوكي بس اسكت. اوكي اوكي الحمد لله والشكر اني قتلت هذا، شو اسمه يقول وياي؟ هذا الدكتور الورع علاوي. اوكي شباب بنات سبق واحد، خليه اقتله. اوكي 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 اوكي. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ اهلا اهلا هلا والله، شنو جيت هنا تريد تقتلني؟ انا شو مسوي لك؟ انا اسف، انت قلت لك الحذاء اكل تبن، ايش سويت لك يا ذلال؟ ايش سويت لك؟ انا بريء. لا حبيبي انا جبت لك سلاح، هذا السلاح جبته من جويسم، شو اسمه؟ من جعيفر. جعيفر؟ اوه هذا جعيفر يفرح نفسه، اسمه يفرح اصدقائه قبل يفرح نفسه، شكله اعطاك هذا السلاح مجاني مو؟ لا يا مجاني، باقي السياره مالتي خذاها. ايه يفرح نفسه مو؟ خلاني ارجع البيت مشي، ما فرحني. المهم انا جيت اريد اقتلك. اوكي؟ ليش تقتلني؟ اعرفك تعرفني. احترم نفسك، انا مجرم، شنو اعرفك تعرفني؟ مجرم شي صاحب. المهم هسه شو تريد تختصر؟ انا جبت هذا السلاح حتى اقتلك بيه، عندك شي تحب تقوله؟ والله بطران يموت، وانت بالنهايه باكر ما يهم تموت، والله سبحانه وتعالى راح يذبك بالنار وانا ادخل الجنه، وليش تقتلني؟ شو مسوي لك؟ انا بريء، شو مسوي لك؟
ها وما تريد تموت يلا تدخل الجنة روح هسه من هسه. لا ولا كذب اقصر كمان مشوي. اي صارت ريحتي عطاب والله صرت كباب. المهم صرت كباب تبقى هنا يلا يا روح. تريد تروح للجنة مو؟ تمام تعال. الله 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 يرحمك الله يرحمك والله تبري. شباب نساني وين اروح؟ قتلت هذا اوه بقى الشرطي بقى الشرطي. اوكي اوكي شباب انا والله بقى بس الشرطي خلي اروح اقتله بس والله ما اعرف وين مكان الشرطي هذا. لا وي اوكي شباب بنات اوكي يلا يلا بقى خلي اقتل هذا الشرطي. اوكي انا ماكو مشكله هسه الوقت متاخر خلي اروح انام وان شاء الله بعدين ابحث عن الشرطي واقتله. ومثل ما قلت لكم اوغا قبل يفرح نفسه ويحب يفرح متابعين وهسه لازم تفرحوني وتضغطون لايك تشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات بقناه زيرو قيمر. واللي ما مشترك بقناه اوغا يكتب باليوتيوب ويشترك بقناتي اللي هي قناه اوغا. ها نسيتوا ما احب اطلع عليكم اكثر وبس مع السلامه باي باي. طبعا هذا الجزء الثاني هيك خفيف حلو ان شاء الله يعجبكم. يعني شفت ما يسوى مثلا بقناتي الاساسيه او قناتنا الاساسيه اللي هي اوغا انه اقتل ذولي احس ما راح تجي حلو فقلت اسويها بقناه زيرو قيمر. فما احب اطلع عليكم اكثر احبكم. اني المقطع نسيت اغير صوتك. لماذا تريد فعل ذلك؟ اللعنه عليك. المهم شباب بنات ما احب اطلع عليكم اكثر وباي باي.